تهديدات مريعة لمطور اللعبة وإشاعة عن عودة لعبة محبوبة الكل كان ينتظرها وكشوفات أطوار لسلاسل ألعاب مرة مشهورة. كل هذه الأخبار تكون اليوم مرة دسمة، خلونا نبدأ. مطورين لعبة مارفل أفنجرز يتعرضون للتهديد بعد إضافة مشتريات داخل اللعبة. ردة فعل الجماهير كانت سلبية بعد معرفتهم أن لعبة مارفل أفنجرز راح تحصل على مشتريات، بالرغم من الوعود أن بكونها ما راح تحصل على هذا النوع من المشتريات واللي يأثر على تجربة اللعب. لكن البعض تمادى في ردة فعله وقام بإرسال التهديدات وحتى استهداف العاملين خلف اللعبة في قسم المجتمعات. حساب المطورين الخاص باللعبة على شبكة ريدت قام بنشر تصريح يوضح استماعهم لانتقادات اللاعبين، لكنه يذكرهم أن الاعتداء والمضايقات غير مقبولة أبداً، والقرارات مثل إضافة المشتريات ما هي قرارات يتخذها العاملون في قسم المجتمعات، لكن هي قرارات يتخذها الإداريون في الشركة. الكشف عن شخصيات التحديث المجاني الأول للعبة ديمون سلاير كيميتسو نو يايبا ذا هينوكامي كرونيكلز. في 14 أكتوبر راح تنزل لعبة ديمون سلاير كيميتسو نو يايبا ذا هينوكاميكي كرونيكلز في اليابان، مع توفرها في 15 من نفس الشهر في الأسواق الغربية على الحاسب الشخصي والأجهزة المنزلية من مايكروسوفت سوني. واللعبة راح تحصل على 3 تحديثات مجانية ما بعد الإطلاق، وكل تحديث راح يضيف شخصيتين قابلتين للعب من الشياطين، وتم الكشف عن أول شخصيتين وهم أكازي وريوي، لكن إلى الآن ما تم الإعلان عن متى موعد توفر هذول الشخصيتين. شركة EA ترفع طلب تسجيل علامة تجارية باسم EA Sports FC، هل هذا بيكون إعادة تسمية الفيفا؟ وأيضاً لعبة فيفا 22 تكتسح المبيعات في فرنسا. في كلام كثير كان يشير إلى أن EA راح تقوم بإعادة تسمية سلسلة ألعاب المحاكاة وكرة القدم الخاصة فيها فيفا، والعنوان الجديد راح احتمال يكون EA Sports FC مستقبلاً عوضاً عن فيفا، لأنها قامت الشركة بالفعل برفع طلب التسجيل العلامة التجارية المذكورة. قطع العلاقة مع فيفا ما راح يأثر على ملكية EA للتراخيص الخاصة بالمنتخبات، اللاعبين والملاعب وأي شيء ثاني من التراخيص المهمة راح تكون موجودة، وشكله راح نسمع انتهاء العلاقة ما بين الطرفين في الأسابيع القليلة المقبلة. وأيضا أشارت التقارير أن الأسواق الفرنسية شهدت أداء استثنائي للعبة فيفا 22 واللي كان ما بين 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر. وشيء الغريب في الأمر أن نسخة نينتندو سويتش منها واللي تعتبر نسخة الليجاسي، يعني فقط تضم الطواقم والأشكال الجديدة من غير أي تعديلات اللعب والأطوار الجديدة من سنوات. والحاجة الغريبة في الموضوع أن نسخة نينتندو سويتش من لعبة فيفا 22 مع أنها نسخة ليجاسي، يعني ما فيها أي حاجة جديدة من الأطوار، فقط الأطقم والتشكيلات الجديدة حطيناها فيها، تفوقت على نسخة الإكس بوكس سيريس في فرنسا. تكلاند يوضح قرار التأجيل للعبة داينغ لايت 2. عانت لعبة الأكشن والعالم المفتوح داينغ لايت 2 من تأجيل جديد، فهي مقررة الآن للإصدار في فبراير من العام المقبل بدل ما كانت أنها تصدر في نهاية العام الحالي. وقد قام تايمون سيمكاتكالا المصمم الرئيسي لفريق التطوير تكلاند بالحديث عن قرار التأجيل في مقابلة جديدة مع مجلة إتش، وحسب كلامه يقول أنهم حاليا يقومون بإعادة اختبار كل شيء في الوقت الحالي، واللعبة مليانة أنظمة معقدة والمثيرة للاهتمام، وعند اختبار اللعبة الفريق يمكن يلقى بعض الجوانب اللي ما تعمل فيها أنظمة اللعب بشكل مناسب، بالرغم أن الإصلاح مثل هذه المشاكل بسيط إلا أنه يبغى ياخذ وقته عشان يسقل اللعبة وتصفيتها من هذه المشاكل بأفضل شكل ممكن. لعبة ديابلو 2 ريزركتد لا زالت تعاني من مشاكل في الخوادم والسيرفرات الخاصة فيها. لعبة ديابلو ريزركتد 2 هي أصلا عبارة عن ريميك للعبة ديابلو الأولى، وسويت لها مراجعة على موقع ترو جيمينج، وكتبت واحدة من سلبيات المراجعة إن مشاكل الخادم ما خلتني أشبك وأنا ألعب وكان يفصل علي كثير. للأسف المشكلة هذه استمرت حتى بعد إطلاق اللعبة، بالرغم من حصولها على تحديثات كثيرة لأن اللعبة لا زالت تعاني من مشاكل الخوادم. الشكاوي مستمرة على منتديات بليزرد حول مشاكل الخوادم، والحساب الخاص بالدعم الفني على تويتر مستمر في الوعود بمشاركة اللاعبين بالمزيد من التفاصيل حول هذه المشاكل في الساعات المقبلة. الأشهر الأخيرة كانت عصيبة جدا للشركة مع الدعاوي القضائية اللي جتها، والحين برضو مشاكل في لعبة ضخمة مثل ديابلو 2 أيضا جالسة تأثر فيهم. تقارير فورتنايت يمكن تحصل على فيلم خاص فيها. ب
بحسب تقرير جديد من شبكة The Information فإن Epic Games تدرس فكرة تقديم فيلم مبني على لعبة قتال الحلبات الشهيرة فورتنايت، مع دراسة الشركة أيضاً لفكرة إنشاء قسم خاص بوسائل الترفيه خارج ألعاب الفيديو. Epic Games قامت بتوظيف عدد من الأسماء الإدارية السابقة في لوكاس فيلم، مثل الرئيس الجديد للمشاريع الخاصة جيسون ماكجاتلن، واللي قام بعمل منتج تنفيذي لجميع أفلام ستار وورز اللي قامت ديزني بإنتاجها. رئيس شركة سايبر كونكت 2 يشكر نينتندو على دعمها للطرف الثالث. نشر ماتسوياما رئيس شركة سايبر كونكت 2 واللي عرف الجمهور بألعاب القتال ثلاثية الأبعاد المقتبسة من مسلسلات الأنمي اليابانية مثل ألعاب ناروتو نينجا ستورم ولعبة كيميتسو نو يايبا القادمة. هي كانت رسالة مفتوحة يشكر فيها شركة نينتندو على دعمها للطرف الثالث. رئيس الشركة أكد أن عملية بيع الألعاب كانت بسيطة في الماضي إلا أنها أصبحت معقدة جدا، وفي إصدارات عديدة من كل لعبة مثل إصدارات الديلوكس الرقمية. الشركات بحاجة إلى متابعة المبيعات كل نسخة من كل لعبة، ومتابعة الفواتير والتوقيت الشهرية تختلف من بلد إلى آخر، بالإضافة لاختلاف الإجراءات الإدارية بين شركات الطرف الأول. رئيس الشركة أكد أنه لما يبغى يسأل أسئلة إلى شركات طرف أول مباشرة فأنا بالعادة بتلقى هذا النوع من الإجابات: ما في نقطة اتصال في اليابان، أتمنى أنك تخاطب اتصال في أمريكا مباشرة، نرجو أنك ترسل بريد إلكتروني بالإنجليزية لأن اليابانية غير مدعومة، أرسلت رسالتك للفرع الأمريكي وما حصلت أي إجابة من أسبوعين، أتمنى أنك تنتظر حتى نهاية الأسبوع لأن الشخص المسؤول في إجازة. يا سلام، يعني في إجازة ما في حد يجي بداله؟ مونستر هانتر رايز ما راح تدعم اللعب المشترك الكروس بلاي ولا راح تدعم الكروس سيف بين السويتش والحاسب الشخصي. تتجهز حاليا شركة كابكوم اليابانية أنها تطلق نسخة الحاسب الشخصي من لعبة مونستر هانتر رايز في شهر يناير القادم، وراح تحصل هذه النسخة من اللعبة على تحسينات عديدة تتضمن أصول رسوميات لها جودة عالية وأعلى من نسخة السويتش طبعا، ومعدل إطارات مرتفع، ودعم الـ HDR والمزيد من الخواص الثانية. وكابكوم كتبت تغريدة جديدة على تويتر، كتبت فيها: حنا سمعنا طلباتكم للكروس سيف والكروس بلاي للعبة مونستر هانتر رايز، لكن للأسف بعد ما نظرنا إلى عملية التطوير فيها وجدنا أن حاليا ما راح نقدر نحط هذا الشيء، وكالعادة نتمنى أنكم تدعمونا أكثر في الألعاب هذه. كابكوم تفتح الموقع الاحتفالي بمناسبة مرور 20 عام على سلسلة ألعاب فينيكس رايت إيس أتيرني. سلسلة ألعاب المحاماة والأكشن والألغاز المشهورة فينيكس رايت إيس أتيرني من شركة كابكوم تحتفل بمناسبة مرور 20 عام على ظهورها الأول على جهاز الجيم بوي أدفانس بالعام 2001، وكابكوم افتتحت موقع احتفالي بهذه المناسبة، وأيضا قالت أن في المزيد من ألعاب من هذا العنوان قيد التطوير لدى الشركة مستقبلا. إشاعة إعلامي يقول أن فريق التطوير بلو بوينت جيمز يعمل على الجزء الثاني من لعبة بلاد بورن بالإضافة لريماستر الجزء الأول. هذه ما هي المرة الأولى اللي نسمع فيها التقارير عن ريماستر لعبة بلاد بورن من سوني وفريق التطوير فروم سوفتوير واللي صدرت نسختها الأصلية عام 2015 على جهاز بلايستيشن 4. الإعلامي كولين موريارتي أشار من خلال البودكاست الخاص بأن فريق التطوير بلو بوينت جيمز اللي أعلنت سوني اللي استحوذ عليه مؤخرا هو من يعمل على نسخة الريماستر للعبة. المشكلة هو اسمه موريارتي، يعني العدو اللدود حق شارلوك هومز، صعب انك ما تصدقه في الأمور اللي زي كذا. لكن مو بس الريماستر، موريارتي أيضا قال أن الفريق يعمل على جزء ثاني من اللعبة. الريماستر راح يصدر أولا، مجرد صدوره راح ينتقل لباقي فريق العمل على المشروع الجزء الثاني من اللعبة. الفريق نفسه مقدم لنا ريماستر لعبة ديمون سولز على بلايستيشن 5 هم نفسهم بلو بوينت، وصار عنده خبرة كثيرة بالتعامل مع ألعاب فريق التطوير من فروم سوفتوير. المزيد من تقارير تؤكد ان الدوك او القاعده الجديده لنسخه السويتش اوليد تدعم ال 4K و60 اطار لوجود رقاقه خاصه فيها. جهاز نينتندو سويتش بالنسخه الجديده منه بشاشه الاوليد صدر مؤخرا بالاسواق، ويقدم هذا الجهاز مع قاعده جديده لربط الشاشه على التلفزيون، ويبدو ان هذه القاعده تحمل معها الكثير من الاسرار غير المعلنه. صانع المحتوى كوالوموس فكك القاعدة الجهاز الجديدة عشان يكتشف وجود رقاقة جديدة داخلها من نوعية RTD2172N KBDQH1، توصيف حار هذا، وش ذا طويل، القادرة على عرض الرسوم بدقة 4K، وهذه هي نفس الرقاقة اللي لقوها الناس بتحديث الجهاز بشهر يناير من هذا العام، مع دعم القاعدة أيضا لمدخل HDMI 2.0. يعني القاعدة هذه جاهزة لاستقبال جهاز مستقبلي يمكن يقدر على تشغيل ألعاب بدقة 4K بدون مشاكل. نسخة خاصة من جهاز الإكس بوكس سيريس إكس سبونج بوب ونينجا تيرتلز ضمن مسابقة جديدة من مايكروسوفت. فائز واحد راح يكون محظوظ بالحصول على نسخة خاصة من جهاز الإكس بوكس سيريس إكس باحتفالية صدور لعبة القتال نيكلوديان أول ستار برول، وتأتي الأجزاء الخاصة بتصميم شخصيات سبونج بوب وكذلك نينجا تيرتلز.
المسابقة مخصصة لأسواق أمريكا وكلمة على اللاعبين فقط. متابعة حساب الأكس بوكس الرسمي بتويتر وكذلك إعادة تغريدة الخاصة للمسابقة للفوز. تقرير جديد يكشف عن معلومات كثيرة عن لعبة أباوت القادمة. لعبة أباوت هي لعبة الأربيجي الغربي الجديدة القادمة من مايكروسوفت وفريق التطوير العريق في هذا الصنف من ألعاب أوبسيديا. شبكة ويندوز سنترال كشفت عن المزيد من المعلومات حول اللعبة من خلال تقرير جديد. اللعبة في مرحلة مبكرة من التطوير. تنتمي اللعبة لنفس العالم اللي تدور فيه أحداث لعبة Pillars of Eternity. تستخدم اللعبة نسخة مطورة من محرك The Outer Worlds. وتستخدم اللعبة نظام السلاحين من سكايرم واللي يسمح بحمل سلاح ثقيل في اليدين أو استخدام سيف في يد وقدرة سحرية لليد الثانية مثلاً. واللعبة راح تضم عناصر عديدة مألوفة للاعبين Pillars of Eternity. إمكان اللاعبين تحسين الأسلحة مثل شحذ السيوف بالقدرات السحرية. القتال يعتمد على الطابع الحركي وراح يعتمد على استخدام مجموعة محددة من المهارات والقدرات السحرية لشخصية بينها عدد ضخم. إن كانت The Outer Worlds هو فول أوت الخاص بأوبسيديان فإن أباوت هي بمثافة Elder Scrolls الخاصة بالاستديو. أباوت لعبة مليئة بالألوان بالمقارنة مع سكايرم. راح يكون يقدر عن اللاعب إنه يسبح. بعض الأشياء في البيئة قابلة للتدمير مثل إمكانية تدمير بعض الحواجز عن طريق حرقها بالسحر الناري. التقرير يذكر أن بغير واضح إن كانت اللعبة راح تلجأ في الوقت الحالي لتقديم عالم مفتوح بالكامل أو مناطق متصلة كبيرة. إشاعة راح يتمكن اللاعبين من الاختيار ما بين شخصية بيتر باركر وشخصية مايلز موراليس في لعبة مارفل سبايدر مان 2 مع ظهور العديد من الأعداء. لازلنا نجهل كثير من التفاصيل عن لعبة الأكشن والعالم المفتوح مارفل سبايدر مان 2 واللي راح يكون فيها شخصية بيتر باركر وشخصية مايلز موراليس ضد فينوم. وحسب إشاعة جديدة نشرها موقع The Illuminati فاللعبة راح تسمح لكم باختيار ما بين باركر وموراليس قبل بدء المهمات. الإشاعة تشير أيضا لأن اللعبة راح تقدم الصياد كريفن وأيضا هو اللي قاعد نسمع صوته في عرض الكشف عن اللعبة، لكن هذا مو كل شيء، فشخصية ميستيريو وليزرد راح يظهرون أيضا. اللعبة قيد التطوير البلاي ستيشن 5 والمخطط إصدارها خلال عام 2023. إبيك جيمز تعترف أن طور الإمبوسترز اللي موجود في فورتنايت مستوحى من لعبة أمانج أس. حصلت لعبة فورتنايت على طور لعب جديد بعنوان إمبوسترز واللي كان واضح للجماهير أنه مقتبس من اللعبة الجماعية الشهيرة أمانج أس. ولأن الشركة ما ذكرت أنها أخذت المصدر من لعبة أمانج أس فصار في إثارة جدل الموضوع ما بين اللاعبين. وعبر فريق التطوير إنر سلوث عن عدم رضا عن اللي صار. إبيك جيمز تعترف الآن بأن الطور مقتبس بالفعل من أمانج أس في منشورها الخاص بالتحديث رقم 18.20 للعبة. هل راح يصدر ريماستر ألان ويك ريماسترد على نينتندو سويتش؟ وصل ريماستر لعبة الأكشن والغموض ألان ويك إلى أجهزة الجيل الحالي والماضي مؤخرا بالإضافة للحاسب الشخصي، لكن يبدو أن هذا مو كل شيء لأن تم رصد نسخة النينتندو سويتش من اللعبة من خلال منظمة التقييم العمري الأمريكية ESRB. الكشف عن طور الزومبي المنتظر في لعبة Call of Duty Vanguard راح يكون في هذا الأسبوع. وأيضا كتاب لعبة Call of Duty Vanguard يرغبون أن يسوون جزء ثاني وثالث لها بعد. شوق الحساب الرسمي للألعاب Call of Duty للكشف عن طور الزومبي من إصدار Vanguard واللي راح يتم الكشف عنه يوم الخميس 14 أكتوبر الحالي. وراح يقدم لنا سلج هامر طور القصة واللعب الجماعي إلا أن طور الزومبي هو من تطوير تريارك. طور الزومبي أصبح من أهم الأطوار وأكثرها شعبية ما بين محبي السلسلة منذ إصدار Call of Duty World at War. وراح يتم تقديم تجربة جديدة بعض الشيء في إصدار هذا العام مع ظهور شياطين وغيرها من المخلوقات. Call of Duty Vanguard تصدر في 5 نوفمبر المقبل على حاسب الشخصي والأجهزة المنزلية من مايكروسوفت وسوني. ومن خلال حدث نيويورك كوميك كون تم الحديث مع سام ماكس وهي كاتبة طور القصة في اللعبة واللي عبرت أنها ترغب بتحويل هذا الإصدار إلى سلسلة جديدة العنوان مع عودة الشخصيات الرئيسية في جزئين ثاني وثالث. حسب ما قالت ماكس ففريق الكتابة خلف اللعبة قام بتقديم شخصيات أيقونية لرؤيتهم أن السلسلة تفتقر لهذا النوع من الشخصيات. وتتأمل ماكس أن اللعبة تنال وشخصياتها الإعجاب الكافي عشان يقدرون أنهم يسردون باقي قصة تلك الشخصيات. هذا كشف ثاني أيضاً للعبة ثانية لكن هاي المرة هي لعبة Battlefield 2042 راح يشوفون عن طور الهازارد زون هذا الأسبوع. EA حددت أن 14 من أكتوبر الحالي راح يكون هو موعد الكشف الرسمي عن طور الهازارد زون في لعبة Battlefield 2042 وأيضاً راح يشاركونا بعرض تشويقي له. وهنا كان في إشاعات تشير إلى أن الطور ما راح يصدر بتزامن مع اللعبة في 19 من نوفمبر المقبل لكننا بنعرف أكثر من التفاصيل قريباً. وأيضاً في إشاعة لعبة Battlefield 2042
انها بدات كلعبه قتال حلبات او لعبه باتل رويال. المسرب تيم هندرسون يرجع ويتكلم ويقول عن لعبه تصويب باتل فيلد 2042، واللي اشار ان اللعبه بدات عمليه تطوير بهدف تقديم تجربه قتال حلبات بادئا في الامر، لكنها تغيرت في وقت لاحق الى تجربه جماعيه تقليديه، وهو ما يفسر افتقار اللعبه لطور القصه في هذا الاصدار. وحسب كلام هندرسون فان لعبه ايبكس ليجندز كانت مصدر الاستيحاء الاول. انطباعات اللاعبين حول بيئة اللعبة ما كانت إيجابية، مع انتقادات عديدة حول حركة الشخصيات وميكانيكيات اللعب المختلفة. يمكن يكون تغيير مسار المشروع هو تسبب في ذلك. ما نعرف إيش المرحلة اللي وصلت لها اللعبة في عملية التطوير قبل تغيير المسار. وهذه كانت أخبارنا لهذا الأسبوع، أتمنى تكون عجبتكم. كما أكفت شيء، حياتكم العافية ومع السلامة.